مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقتي وبداية انطلاقة شوطنا السادس عشر بمجموع الأشواط. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والشعارات المنطلقة. مباشرة أتقدم مع هذه الأسماء، أنطلق مع هذا الانطلاق المسائي مع انطلاقات هجني أبناء القبائل على أرضية ميدان المرموم. أتقدم مع الصدارة، مع من تتقدم كل الشعارات. الذيب الذيب على المركز الأول، الحمدي بن حامد بن سعيد الحكماني على المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر جواهر جابر بن سالم بن جبران المرياتي، هنا شعاري رهف على المركز الأول. المركز الثالث أتابع ورقة ورقة، خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي قادم على المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع عجايب ناصر المسعودي بن حمرور العامري قادم على المركز الرابع. والمركز الخامس التسلل من الجانب الآخر، أتابع التسلل في هذه اللحظات من قبل قادم الظبي عبد الله بن حميد بن غاسي العمري. والمركز السادس المركز السادس أتابع حفلة منصور بن علي بالخصم الاجتبي. والمركز السابع سمحة سالم بن سعيد بن عمان المهيري القادم على المركز السابع. والمركز الثامن مع منتصف مساري هذا الشوط أتابع شعار غصاب بن مصبح راعي الطير العامري قادم على المركز السابع. قائد المصانع الجنوبية ياتي وينطلق مع فتنه عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري. والمركز المركز التاسع الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من قبل القادمه والمنطلقه في هذه اللحظه غند عتيج بن محمد بن خليفه العميمي. والمركز العاشر تقرير قادمه حمد بن مبخوت بن خموش العامري ياتي ويقدم تقرير على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، نتيجتنا الاولى، ندانا الاول للعشر المراكز. ولكن بعود الى الصدارة، عودة مع البداية، عودة مع المقدمة. جواهر على المركز الأول قادمة من ميدان التحدي من الأشقاء القادمين من دولة قطر، يقدمون كل جديدهم على أرضية هذا الميدان. بن غاسي العمري قادم من السلطنة، بن كداس الرميثي قادم في هذه اللحظة على المركز الثالث بالخصم على المركز الرابع. راعي الطيرة قادم على المركز الخامس. كل الأسماء وصلت. شواهيد سالم بن حمد العفاري بن عمان قادم، والقادم ليالي. السهيل بن علي الغفلي قادم مع ليالي، وصلت في هذه اللحظة غارة المسافري. ولكن راعي القودة في يوم الأمس في مساء الأمس قدم نجومية والأروع، والأروع والتوقيت الأفضل حمله هذا الشعار في يوم الأمس، وياتي وينطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول مع جواهر. وقدم فتنة قبل جواهر، ولكن بالرشيد شواطي جميرة انهارت. شواطي جميرة ثابتة في دبي، ولكن في المرموم تلاعبت بالأعصاب في اللحظات الأخيرة. ولكن شوف تابع نوعية
قادمة. هدادة هدادة الدعب المري، الدعب المري وصل في هذه اللحظات على المركز الثاني، يقدم هدادة صالح بن راشد دعبة النابت النابت. تهانينا والناموس المركز الثاني بن رشيد، المركز الثالث جواهر لجابر بن سالم الجابر، المركز الرابع ميزة لحمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، والخامسة المركز الخامس هيبة لدغش بن محمد بن سالم بن جميلة. هكذا هي النتيجة في اللحظة الأخيرة، قدمت وأكدت حضور هدادة صالح بن راشد بن صالح الدعبة المري النابت. 5:45 وثمان اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس بن رشيد، قدم قصايد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. 5:45:09 من الثانية. المركز الثالث والتوقيت مع وليد البارودي مخرج سباقي هذا المساء جواهر. 5:47:03 من الثانية جواهر جابر بن سالم بن جابر المري. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا.